ابتدي مع كابتن تامر. كابتن تامر الحمد لله، يعني النادي الاهلي في حراسه المرمى ما شاء الله، عندنا حراس واعدين صاعدين. شفنا قطاع النشيب النادي الاهلي ولات، يعني محمد الشناوي واحد من العناصر الاساسيه في النادي الاهلي وكمان في افريقيا وافضل حارس، واحد من نتاج قطاع النشيب النادي الاهلي. بنشوف مصطفى شوبير، بنشوف مصطفى مخلوف، بنشوف عمر كامل، حمزه علاء كمان. حمزه علاء كمان طبعا، حمزه علاء واحد من فريق الشباب النادي الاهلي. عندنا ما شاء الله مواهب في حراسه المرمى. والله يا كابتن اسامه، يمكن انا يعني طلعت مع حضرتك قبل كده واتكلمنا في الموضوع ده، وقلت يعني بالحرف كده احنا ما عندناش مشكله في حراسه المرمى. وزي ما حضرتك قلت دلوقتي، لو خدنا الفريق الاول احنا في اربع حراس موجودين فوق، ثلاثه منهم نتاج قطاع الناشئين. عندنا الفرق كلها ما شاء الله، عندنا حراس مرمى على مستوى عالي، عندنا حراس مرمى بتلعب في على المستوى المنتخبات كلها، ما عندناش مشكله في حراسه المرمى الحمد لله. احنا عندنا مشكله في التنافس. يعني احنا عندنا مشكله في التنافس، يمكن يعني اتكلم على فريق 2003 اللي انا ماسكه السنه دي. طبعا في البدايه يعني انا بعزي فريق 2003 والنادي الاهلي في وفاه الحارس زياد ايهاب رحمه الله عليه. الله يرحمه. فاحنا كان عندنا حراس جيدين ودعمنا بحارسين كمان جيدين. يعني احنا كنا فريق 2003 2003 2003 يعني احنا كان عندنا السنه دي في القائمه بتاعت الفريق اربع حراس. ما شاء الله، يعني ما كانش عندنا اي مشكله في الحراس، لكن احنا كنا بندور ان ازاي ندعم، بندور ازاي نحط الـ الاساس للفريق الاول، ان وقت ما يحتاج حارس يكون موجود وحارس على مستوى جيد. ال 2001 في حراس جيدين برضه بتصعد منهم للفريق الاول، محمد اشرف كوتو وعاصم، وطبعا هو حمزه 2001 بس هو مع الفريق مع الدرجه الاولى. فالحمد لله احنا ما عندناش مشكله، الحمد لله النادي الاهلي غني وقطاع الناشئين غني، وكابتن خالد يعني ما بيتاخرش في دعم القطاع. لما طلبنا منه ان احنا عايزين نقوي حته حراسه المرمى او ندعم حته حراسه المرمى في 2003، استنى لازم اقف وانت بتتكلم عن تقويه حراسه المرمى النادي الاهلي. شايف اللقطات مصطفى مخلوف ما شاء الله لقطات وصدات مميزه قوي يا كابتن تامر وانت بتتكلم. والله يا كابتن بص، يعني انا لو هتكلم على مصطفى، مصطفى احنا من السنه اللي فاتت برضو عشان ادي الحق لاصحابه، كان كابتن خالد عثمان ماسك 2003 السنه اللي فاتت في النادي الاهلي، وقال لي في حارس مرمى كويس في نادي الترسانه. ولما اتكلمنا عليه وكابتن خالد اتكلم عليه، بدانا نتابع الحارس وبدانا نشوف هل هو هيتناسب مع النادي الاهلي كمقاومات بدنيه وجسمانيه وشخصيه. المهارات موجوده، هو حارس موهوب ما شاء الله. فبدانا نتابعه كويس، بدانا نفرج عليه في ماتشات كويس، واللجنة الفنية شافته ومدربين حراس المرمى في النادي شافوه. ومع كابتن خالد لما خد رأينا قال يعني خلاص انتم مستقرين عليه، بدأ ان هو وانت بتتكلم عن التنافس ده، الحارس الثاني ده ادهم، ده ادهم سياحة برضو السنة دي جاي من دجلة. حارس متميز جدا ما شاء الله.